هو في ايه؟ ايه الموضوع؟ موضوع ايه؟ من ساعة ما رجعت القتيل وانا حاسك بتبعد عني. في الاول قلت اكيد مشغولة، بس حتى لما بقيت اكلمك برضه ما ترديش عليا. بصراحة مشغولة. وبعدين يعني عادل، وانا لو رديت عليك في التليفون هنقول ايه جديد؟ مش فاهم ده ايه اللهجة الجديدة دي؟ هو انت عايز توصلي لحاجة معينة؟ برافو عليك، اخيرا استوعبت. بقولك يا عادل، انا اللي كان شدني ليك في الاول انك انسان ذكي، بس مش عارفة ليه دي فلتت منك المرة دي. هو حصل ايه لكل ده؟ انا يا سيدي هقولك حصل ايه. انا رجعتك الفندق هنا علشان بس احساسي بتأنيب الضمير. انا اللي اتصلت بيك وقلت لك اطلع، وانت كنت مرعوب وميت في جلدك، وبصراحه كان عندك حق. انا بقيتش فارق معايا الكلام ده كله دلوقتي، انا فارق معايا حاجه واحده بس، انت بقيتش تحبيني زي الاول. نعم. طب بذمتك انا عمري قلت لك ان انا بحبك؟ امال كان هيحصل بينا ده كان ايه؟ اللي كان هيحصل كان هيحصل وما حصلش، وربنا بعت لي جاسر في الوقت المناسب. وبعدين يا عادل، انا مش عارفه انت ازاي مش فاهمني لحد دلوقتي. انا كده اللي شقيه شويه ودماغي اوقات بتروح وبتيجي. وعلى فكره حتى لو جاسر ما كانش موجود ما كنتش هتطول مني حاجه، هي بس اللي دماغي كده اوقات بتتجنن، مش عارفه اعمل ايه. دنيا انا بحبك. وانا لا، ما بحبكش، وعمري ما حطيتك في دماغي. وبعدين بصراحة يا عادل، بعد ما انت ما مشيت جسر حلفتني بيني وبينك حاجة، قلت له لا وحلفت، وانت عارف ان انا ما بكذبش ولا بحب ابقى كدابة. بصراحة بقى انا عايزة الموضوع ده يتقفل لحد كده. شكلك بتلعب على تقيل جسر، انا بقتش مالي عينك زي الاول. احسبها بقى زي ما تحسبها. بقولك يا عادل نصيحة، كل عيش كل عيش كده واشتغل زيه. هاكل. مساء الخير. مساء النور. واضح ان انت مشغوله، اجي لك وقت تاني. لا لا خالص، تعالى اقعد، مستر عادل كان قايم. خلاص تعالى. هو ايه الموضوع بالظبط؟ فجأة كده عايز تشتغل وتكبر وتطور من نفسك؟ انا مش فاهمة حاجة. لا هو مش فجأة قوي ولا حاجة، هو أنا بعد ما اتعينت هنا بكام شهر حسيت إن جوايا حاجات أكتر أقدر أقدمها، وبالرغم إن أنا عارف إن أنا تعبتك معايا، إنما حاسس إنك في ظهري وعايزة تساعديني، وعشان كده أنا عايز أثبت لك إن أقدر أكون أحسن، عايز أثبت ده ليك أنت بالذات. أنا؟ إشمعنى يعني؟ بصراحة أنت أكتر حد أنا حبيته في المكان هنا. ازاي؟ البني ادمين طاقة، وانتي طاقتك مريحة بالنسبة لي من أول ما شفتك. أنت عارفة لما كنت بتخصمي لي أو بتاخدي أي قرار ضدي، مش عارف ليه ما كنتش بتضايق. كلامك حلو يا مصطفى. حلو، حلو أوي. دنيا اعملي لمصطفى كل اللي تقدري عليه عشان ترفعي منه. اعملي أقصى حاجة تقدري عليها. مصطفى انت كويس؟ لا لا ابدا ولا حاجه، انا كده بس ساعات بسرح شويه، ما تاخديش في بالك. طيب يا سيدي، بص انا عاجبني حماسك قوي، وما تقلقش انا ان شاء الله هحاول اساعدك، بس سيبني عشان الموضوع ده محتاج تكتيك شويه. اوكي، تكتيك على مهلك وانا مستني. انا مستني. اتفضل. المفروض ان انتوا اللي بتديروا المكان ده، انا بديلكوا احسن مرتبات وامتيازات مش موجوده في اي حته. ايرادات الاوتيل في النازل، نسبه الاشغال من جيد لمتوسط. واضح ان كل اللي انا بعمله عشان خاطركم ده جايب نتيجه سلبيه قوي معاكم. انا حذرتكم قبل كده ان انا همشي ناس، والظاهر ان انا هبتدي اعمل كده فعلا. طب انا شايفه ان احنا ممكن مستر جاسر، انا كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه مهمه. لا على فكره انا بتكلم، لما اخلص تتكلمي. مستر جاسر متهيألي انا اقدم واحده موجوده في الاجتماع، وانا اكتر واحده شايفه الوضع كويس قوي.
وعلى فكره انا بصت عليكم من بره وشايفه الصوره اوضح، وعارفه دلوقتي قوي الحاجات اللي مأخره الاوتيل. يعني حضرتك مثلا اوقات كتير كان في جيست عايزه تحجز غرف ويبقى في غرف فاضيه، بس انتي تقولي لهم لا. ليه حضرتك؟ دي سياسه فندق. الفندق هنا اسمه إليت، يعني النخبه، يعني انا لازم اختار الجيست اللي جاي الفندق كويس قوي، فهمتي؟ وعلى اساس ايه بقى بتختاري مستر جاسر؟ هو انا في تحقيق ولا ايه؟ لو سمحتوا انا عايز اي كلام يتوجه لي انا. كملي يا دنيا، كنت عايزه تقولي ايه؟ كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا محتاجه اسيستنت معايا. هتعملي بيه ايه؟ لا انا هعمل بيه كتير. انا بعت لحضرتك ميل فيه البلان بتاع المرحله اللي جايه كلها، بس انا فعلا هحتاج حد يساعدني. والبلان ده بقى فيه ايه؟ اكيد لما مستر جاسر يوافق عليه كلكم هتعرفوا. ليه هو سر يعني؟ وانا وعدك يا مستر جاسر لو وافقت عليه هتلاقي تحسن كبير قوي في الشغل. ممكن حسام يساعدك، ايه رايك؟ والله يا فندم هو شرف ليا، وانا احب جدا الشغل مع الانسه دنيا. والله يا حسام انا كمان احب الشغل معاك جدا، بس للاسف يا مستر جاسر حسام مش هينفع. انا محتاجه حد بيفهم في شغل المحاسبه كويس قوي. خلاص نبتدي نشوف حد. لا ما هو انا عندي حد. اوكي قولي كده، قولي ان انت عايزه تشغلي حد تبعك. مستر جاسر هي المهزله دي هتخلص امتى؟ ديما لو سمحتي مش عايز تعليقات مش في محلها. لا انا هقوم خلاص عشان كلامي بقى تقيل عليكوا قوي. في حد في دماغك اعرفه؟ ايوه مصطفى. مصطفى مين؟ مصطفى الروم. نعم انت جننتي ولا ايه؟ مستر جاسر حضرتك بتثق فيا كويس قوي في الشغل. انا متابع مصطفى بقالي فتره، شخصيته اتغيرت تماما واتطورت. بصراحة أنا مش قادر أصدق التهريج اللي أنا بسمعه ده. على فكرة أنا لو أخدت فرصة أكيد هكون أفيد، خصوصا إن أنا عندي خبرة في مجال إدارة الفنادق واشتغلت فيها. خلاص خلاص حسام هو اللي هيساعدك. أنا مش متحمس لفكرة مصطفى دي خالص، بس ده مش قرار نهائي، هشوف البلان بتاعك الأول وبعدين أخد قراري. يلا اتفضلوا. خليكي أنت يا دنيا، أنا عايزك اقعدي. ايه الحكايه؟ هو عاجبك ولا ايه؟ عاجبني. ذكي وشاطر وموهوب وعنده استعداد يسمع الكلام. ما هو انا اكيد مش هشتغل مع حسام اللي بقاله سنتين عايز يظبط. دنيا أنا مستعد أعمل أي حاجة أنت عايزاها، بس تبقي ليا. إن كان على ديما أنا ممكن أمشيها فورا وأخرجها من حياتي خالص. إيه؟ زهقت منها خلاص؟ غدار أنت قوي برضو يا جاسر. بس بقول لك إيه؟ ديما دي رخيصة، إنما أنا لأ، أنا غير. ما ينفعش خالص يتعامل معايا كده. لو وافقت على البلان بتاعتي يبقى انت موافق على مصطفى. عن اذنك. خليكي. انا بحبك يا دنيا. طيب كويس قوي. اتجوزني. تقدر؟ كنت عارف انك مش هتقدر. على إذنك.